مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في التحقيق اللي غادي تجريه قناه الشعب قناه شوف تي في من اقليم بن حمد اللي كيعرف واحد الظاهره، ظاهره المختلين عقليا والمرضى النفسانيين اللي كيشكلوا خطر على الساكنه، اللي جعل الساكنه تدق ناقوس الخطر وتطلب من المسؤولين التدخل عاجلا لانقاذ ما يمكن انقاذه. بقوا معنا في التحقيق. واش يجيبهم يسيبهم هنا؟ راه كيشكل خطور على الدراري الصغار، على الناس. واش اللي جاي يخرج وليداتو يجلسو يولي خايف عليهم يضربوهم ولا هذا؟ راه صعيب الحال شويه، ولات هي كتشكل خطور على مدينه بن حمد.
بالنسبه للمختلين العقليين كيجيبوهم من برشيد وكيطلقوهم في بوانيكس كيجيبوهم لهاد المدينه فهمت. هذا هو المشكل. دابا هذوك المختلين العقليه كيشكلوا خطور على بالنسبه للناس على الدراري الصغار. بالنسبه للدراري الصغار ما بقاوش كيمشيو للمدرسه ولاو كيخافوا من المختلين العقليين. كتكون بالنسبه غادي حتى غادي كاع في الطريق وكتكون فهمت وكتقدر كتخاف علاش كيكون مختل عقلي كيهز حصا هز كشي كلشي على عينك. ملي درنا الجوله ديال كل نهار على نهار كيطلقوا كيجيبوا مختل عقلي كيطلقوا هنايا في مدينه بلحمد كثروا بزاف. طالبوا من المسؤولين يشدوهم يرجعوهم للمستشفى الصحي ديال مدينه برشيد يقوموا بما يبقاوش يجيبوهم يسيبوهم هنا راه كيشكل خطور على الدراري الصغار على الناس. وقعت شي حادثه هنايا شفتي هادي شي مختل عقلي yeah. شفت واحد مختل عقلي جا كان واحد السيد بلاصي الطوموبيل ديالو ايوا جاب واحد الحجره ضرب البابريز ديالو هرسو على مبيش الامل الوطني ودخلوا الامل الوطني كنشكروه من هذا المنبر وشدوه داو المختل العقلي برشيد. كاين عندنا دار العجزه في مدينه بن حمد ولكن باقيين سادين ما ودشنا السيد العامل وكاين باقا مسدوده ما عرفناش السبب علاش باقا مسدوده شي شهور ما عرفتش بالضبط. وما تحلاتش؟ ما تحلاش باقا دابا مسدوده. حنا كنطالبوا من المسؤولين يدخلوا ويحاولوا يحيدوا من هذه المدينه يديهم المختل العقلي يديهم مستشفى الامراض النفسيه. بالنسبه كاين النساء كاين واحد الاخت هي هي في المختل العقلي هي هي كتشكل المختل العقلي كتشكل هي خطوره كتغوات باقي الان ما داواش. كنطالبوا بالمسؤولين يجيو يديوها للمستشفى العقلي في مدينه برشيد. بالنسبه للاخت بالمختل العقلية هي مشكل هي تي تقدر تعرض للاغتصاب فهمتي كتهي ولا تي كتشكل خطور على مدينه بن حمد على الناس وعلى اي حاجه اي حاجه ممكن توقع عليها حيت مراه مسكينه متشرده في مختل العقلي. انا كنهضر بصفتي كمجتمع مدني على هاد مدينه بن حمد على حساب ظاهره المختلين عقليا الكلاب الضاله يعني راه بزاف د الحوايج ما مقادينش هنايا وحنا كنطالبوا من المسؤولين باش يوقفوا ويشوفوا هاد الناس راه عرفتي راه ولاو خطر على المدينه راه ولينا من ما دزنا كنشوفهم كيتعداو على العيالات. هذيك المره راه تقريبا راه حنا درنا معهم اجتماع امني وراه مهزوهم حيدوهم وكنتمنوا هاد المره ثاني ان شاء الله يعني بلا ما نحتاجوا نديروا ثاني واحد الاجتماع ونبداو الهضرين احنا كنوصلوا لهم ميساج من هنايا راه ولات ظاهره خطيره على هاد المدينه بزاف وراكم عارفين يعني مدينه صغيره ماشي كبيره كلشي باين باش غيولي انسان خارجي يولي يتعرض ولاو مسطين واقيلا اكثر من الناس اللي ساكنين هنايا ونتمنوا من المسؤولين ونتمنوا من السلطات المحليه باش يتدخلوا في اقرب من الوقت ما بقاوش يقدوا دابا ها هي حنا وسط من هاد الجرده راه يقدروا يخرجوا دابا ما يقدروش يجلسوا هنايا على حساب هاد على حساب هاد الناس اللي مختلين عقليا واش اللي جاي يخرج وليداته ويجلس ويولي خايف عليهم ولا يضربوهم ولا هذا راه صعيب الحال شويه. كنتمنوا من هذا المنبر توصل الميساج للسلطات المحليه و غير واحد الحراسه تكون شويه مشدده الله يجازيهم بخير. حضرت لها انا شخصيا وعليها كنا درنا اجتماع مع السيد الباشا داك ديك السنه اللي دازت انا كنت غاديه في الطريق وبان لي واحد المسطي هز جليجه وغيضرب بها المراه يعني راه شوي كانت تكون ايوا نتمنوا من الله يعني يوصلهم هذا الميساج ويوقفوا على هذه المدينه ويحيدوا لنا هذا المسطي راه عرفتي راه صعيب الحال شويه لا بقاو يدورونا غتكون ليه شي حاجه يرتالها والله.